عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم طالبات الصف الثاني الإعدادي. الوجه النهاردة يا بنات هيكون إن شاء الله من الآية 143 للآية 147. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. كده يا بنات يبقى الواجب بفضل الله انتهى. يا ريت نحل الواجب اللي موجود عندنا ونراجع على ما حفظناه من السورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التيسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.